السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الدكتور أسامة شرف من شركة شرف لمعدات وأدوات نسيج. النهاردة هنتكلم على تركيب نور الشريط العريض ذو الطول المحدد، وهو يعد رابع نول من أنواع الشرايط عندنا بعد نور الشريط القصير ونور الشريط الطويل ونور شريط باستخدام الكروت. الكرتونة عندنا بتيجي، دي محتويات الكرتونة عندنا، الجانبين الأساسيين للنول، أدي جانب وأدي جانب الآخر. طبعا في جانب ايمن وجانب ايسر، عادة الجانب الايمن هو اللي بيبقى عليه شعار الشركة. عندنا صابع الشد وبيتميز بان هو اكثر سماكة من الصوابع تحديد الطول. عندنا 8 صوابع تحديد طول، النور ده بيدي اقصى عرض ليه 25 سنتي واقصى طول 2 متر و60 سنتي. بيجي عندنا 16 مسمار تجميع بالمقبض و مسمارين بيستخدموا مع صابع تنظيم شد النول مع عمودين ستانلس، لان النول ده بيتميز بانك انت عنصر رفع فتح النفس مش الايد زي ما كان في انواع الشريط القصيره اللي هي 12 متر 12 سم اقصى عرض ليه، لان انا مش هينفع ارفع 25 سم بايدي، فبستخدم الدراعين دول زي ما هنشوف مع مجموعه المجاري اللي بتيجي مع النول. التركيب يبدأ، هناخد الأيسر من النول ونضع في كل فتحة من فتحات الجانب أحد زي ما احنا شايفين الشكل ده. تمام، المجموعة كلها بتتكون من 8 أزرع زي ما احنا شايفين. نيجي كده نوقف جنب على جنب ونبدأ نربط المسامير. نربطهم كلهم وكده هنعمل في 8 مسامير نفس الحكاية، نجمعهم مع بعض كده. احنا ربطنا الجنب، نحاول دايما الرباط الجنب ده بالذات يكون رباط نهائي، لان ده يعني مجرد جمعته ما بيتفكش تاني الا اذا كنت عاوز تفك النور كله مع بعض كده. النور الجنب الجمع بتاعه عندنا، ممكن نجمع دراع تنظيم الشد او نستنى لغايه ما نخلص النور. سيبه دلوقتي، هنجمع الجنب اليمين، دي جنب اليمين اهوت، هنبيته هنلاحظ ان الخطوه دي دايما بنعملها حتى بعد ما نسدي. يعني احنا لما هنسدي النول بنسدي، بنشيل ده جامد ونسدي النول وبعد كده بنقفل، فالخطوه دي دايما بتبقى مكرره وهي بسيطه جدا زي ما حضراتكم شايفين، مش اكتر من بس نعمل كده. تمام، ونبدا نربط المسامير او المقابض اليمنى زيها زي جنب الشمال كده. احنا المقابض كلها جمعت، الجنب ده ممكن ما تبقاش مربوط ربط جامد، ممكن يبقى يا دوب بس مركب مسامير مش اكتر، لان هو في الاخر خالص زي الجنب بيفك وانت شغال. يعني في جنب بيبقى ثابت دائما مجرد ركبته مره، الجنب التاني بيبقى حر معاك زي ما انت عاوز، حتى ممكن يا دوب تشبطه بس وخلاص. بعد كده في النهايه بنيجي ناخد صابع تنظيم الشد ونقوم سقطينه ونركب المقبض يمين. المقبض اليسار. المقبض ده اتجاه الخيط هيبقى عليه ازاي؟ دايما دايما بيجي الخيط ده الخيط كده ويروح، فمعنى كده ان هو لما بضمه عليها كده بيعمل ايه؟ يشد الخيط، يبقى اتجاه الشد ان انا اضمه. فبدايه الشغل دايما دايما بيبقى فرق بينه، يعني لو جينا بصينا هنا كده ما يكونش راجع ورا خالص، لان كده ممكن يكون في خيط محتاج يتراجع شويه، ولا يكون كده، لو كان كده مش هعرف اشتغل. دايما يكون في قيمه
انا عاوز اشد، كل ما بمسك بيحصل شد اعلى فبيرجع غصب عني انا بشد كده، فيكون دايما فين؟ في الشكل ده عندي دايما. خليه دايما في النص افضل حاجه، او اقرب ما يكون للنص من الاتجاه. يبقى ده الوضع الايه؟ الاستدعاء. طبعا انا في بدايه لما اجي ببدا سدي لازم يكون ايه؟ مربوط عندي، هنثبت الجنب اليسار هو اللي مربوط عندي ربط جانب. الصابعين دول او الدراعين الاستانس هما مخصصين لفتح النفس، او نقدر نقول الدراعات بتاعتي لو جاز التعبير. ده الوضع السفلي المفتوح لاسفل، النفس مفتوح لاسفل. ده الوضع اللي هو النورمال، مفيش نفس مفتوح، ده النفس مفتوح كده. يبقى النول بتاعنا جاهز ان احنا نشتغل عليه. نشوف ان شاء الله في الفيديو اللي جاي طريقه عمل النير للنول بتاعي. شكرا جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.